السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عرفنا نفسك. علي بشير الشنبه. استاذ علي، مثل ما خرجت مصراتة في اول يوم لها بالروح بالدم نفديك في بنغازي بعد التحرير، هل زاد حب اهل مصراتة البنغازي او نقص؟ طبعا هو يا استاذي ان حب مصراتة البنغازي وحب مصراتة ليبيا كاملا من اول بدايه الثوره، واحنا اول ما خرجت بنغازي واحنا قلوبنا معها، والان هو الطاغيه عندما كان يريد تقسيم ليبيا بين شرق وغرب ويريد دك مصراتة في خاصة في شهر ابريل، ولكن صمود هذه المدينة وثوار هذه المدينة أبطلت مفعول هذا الطاغي النمرود عندما كان يريد تقسيم ليبيا. فالآن حب مصراتة لجميع دول جميع مدن ليبيا زاد أكثر، والحمد لله بعد هذا التحرير أن ليبيا حتكون أسرة إن شاء الله واحدة، ونتمنى من الله العزيز القدير أن يلم الشمل بين جميع أفراد ليبيا وتكون ليبيا موحدة، ليبيا الديمقراطية، ليبيا العدالة، ليبيا الأمان. ونحن هذا اللي ساعيين به، والثوار هم الذين فدوا بروحهم بهذه الثورة المجيدة، والآن كل ليبي يستنشق هواء الحرية. هذه الثورة المجيدة، احنا لا فرق بين شرق ولا غرب، وهي قبيلة واحدة أسرة واحدة. وبالعكس ان الان حب مصراتة لكل دول كل مدن ليبيا بجميعها تعتبر انها اسره واحده، والحمد لله الذي هذه الحاجه الوحيده والمكسب الوحيد اللي كسبناه احنا من الثوره، ان حب افراد ليبيا كاسره واحده، والحمد لله على هذه النعمه. والله اكبر، والله اكبر، ولله الحمد، وعاشت ليبيا حره. السلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تعرفوا بيك؟ خليص من شلتات. مرحبتين بيك. نبي نسألك، زي ما خرجت مصراتة في أول مظاهرة لها في بداية الثورة بنروح بالدم نفديك يا بنغازي، بعد التحرير هل زاد حب أهل مصراتة بنغازي أو نقص؟ هو زاد، لكن في طابور خامس يتدخل بين بنغازي ومصراتة، هم يبوا فتنة في ليبيا، بس يبوا فتنة مش حتى في بنغازي، بس هم يبوا فتنة في ليبيا تامة. هم هذا اللي يأكل اليوم العايدون، اليوم يديروا بالكلام هذا. إن شاء الله بارك الله فيك. الله أكبر. الله أكبر. إن شاء الله بس عليك. إن شاء الله. إن شاء الله. تعرفوا بالثائر؟ مصطفى علي السوسي. أستاذ مصطفى، مثل ما خرجت مصراتة في أول مظاهرة لها بنروح بالدم نفديك يا بنغازي. نعم. بعد التحرير. أيوة. هل يستطيع أحد أن يشو أن 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 يشق صف الليبيين وخصوص ما بين مصراتة وبنغازي؟ طبعاً الهتاف الأول أنا كنت تقريباً شبه حاضرة، توري يا مصراتة، بنغازي تطلب إغاثة. يعني بالنسبة لي أنا أعتقد أن المدن الليبية هي جسد واحد، وهي تشكل سلسلة، في النهاية تشكل حلقات لسلسلة واحدة، وكل ما قام به القذافي هذه كلها احنا عارفين، وهذا ما يمشيش إلا على إضعاف النفوس واللي عدمية الثقافة واللي ما عندهمش إخلاص للوطن. احنا ضد أي سلوك يؤدي إلى تفرقة الوطن الواحد. بعدين احنا مع بعضنا ما طقنا 6 مليون يا أخي، معقول احنا قبيلة واحدة واحنا مدينة واحدة واحنا بلد واحدة؟ لما تحصل أي كارثة لا قدر الله في أي مدينة احنا نتضرر كلنا في النهاية يا رب. واللي يموت يسقط شهيد والله جريح، هو في النهاية ليبي، هذا ولدنا، يعني ما نقدرش نزايدوا على بعضنا مزايدة يعني. والحمد لله أن مصراتها دورها التاريخي هو ربك قدرها ومصيرها، مصراتها أن تقوم بأدوار تاريخية في القرطبية. انقلاب رمضان الصبيح اللي على الطليان كان سبب في عدم إبادة المقاومة الليبية، لأن كان الطليان يخططوا لإبادة المقاومة الليبية في القرطبية، والقرطبية طبعا التاريخ عاد نفسه من جديد، وجد المقاومة الليبية واجتمعت في بوهادي، صح في بوهادي في وادي جرف، ولا التاريخ عاد نفسه من جديد. والحمد لله أن ربك يعني أي مدينة شرف ثوار مصراتة أنه يلقوا عليه القبض، لأنه هو مصراتة استقبلاتها ومصراتة وأذلها في الأول، ومصراتة بعد اللي أعطتها حقها. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تعرفوا بيك؟ سالم محمد جرمان من مدينة مصراتة، منطقة قصر أحمد. أخي، مثل ما خرجت مصراتة في بداية الثورة بنروح بالدم نفديك يا بنغازي، هل يستطيع الطاغية أن يفرق بين أزلام الطاغية المتلونين بأعلام الاستقلال أن يفرق بين المدن من جديد؟
لا هذا شيء مستحيل ان شاء الله باذن الله. احنا لحمه واحده واحنا من الشرق للغرب يعني ليبيين كلنا، وما فيش فرق بين هذا غرباوي وهذا شرقاوي وهذا يعني من المدينه وهذا من مدينه اخرى. فان شاء الله باذن الله يعني احنا الليبيين كلنا شعب واحد متضامنين مع بعضنا يعني، وان شاء الله باذن الله نبنوا ليبيا ان شاء الله. بارك الله فيك. نعم يا انا وشع المصراتة نبو مصراتة تمدنا جديد باهي وده مبغض يقدر في موت موت الشعب اللي بيكل اخوه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عرفنا بيك علي بشيل لحم. هنا علي المصراتة في اول خروج في اول مظاهره في مصراتة كانت بالروح بالدم نفديك يا بنغازي بعد التحرير. هل 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 يوجد هل يستطيع ازلام النظام المتلونين باعلام الاستقلال ان يفرقوا بين اي مدينه اخرى وخصوصا بمصراتة وبنغازي؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نترحم على شهدائنا، نترحم على شهدائنا اللي ضحوا بروحهم وحياتهم سبيل تحرير هذا الوطن. نتمنى لجرحانا الشفاء العاجل. واما بالنسبه للفتنه اللي صايره في بين هالبلاد دي نقول ما نقص الكلام هذا. احنا طلعنا من البدايه على سب اهالينا في بنغازي وما نقص الكلام هذا. مستحيل يصير بين مصراتة وبنغازي لان احنا دوله واحده، ما فيش فرق بيناتنا، ما فيش لا شرقيه لا غربيه، ليبيا وحده وطنيه. وان شاء الله احنا نبنوا بلادنا بايدينا، سواء كيف شرق كيف غرب كلنا ليبيين وحده وطنيه. وعندي ولد خالي هاهو ليه في شهرين في مصراتة ويحكي لكم شنو صاير وشنو شايف. تعرفوا بيك؟ خالد ابو غماز. ما حكي بيك ما حكي بيك. مصراتة بنغازي؟ بنغازي ان شاء الله. كم لك هنا في مصراتة؟ والله ما يقارب عن 3 شهور في مصراتة. شن هل كيف معامله الناس لك؟ والله قبل كل شيء اول شيء الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، وترحم على ارواح الشهداء الابطال اللي حرضوا هذه الوطن بدمائهم الطاهر. بعدين والله الكلام اللي يقولوا فيه، انا لي 3 شهور مصراتة استقبال وحفاوه، ما عمرش واحد يعني قال لي كلمه انتوا درتوا ولا بنغازي ما دارتش ومصراتة دارت، ايش منها كلام هذا. لكن الناس اللي تحب انها تشوش علينا فرحتنا وما تبيش الشرك اللي بين فرحتهم، الكلام هذا ما فيش منه. هم اللي يشوشوا في الشيء هذا. وانا قاعد في مصراتة انا ونقول لاخوتي واصحابي في جميع يعني ليبيا كلها بصفه عامه، من طبرق من طرابلس، ان مصراتة راي تستضيف اي ليبي وترحب به كيف قبل كيف تالي، وما فيش مشكله بكل كيف بنغازي كيف طرابلس كيف الزنتان كيف زواره. اي واحد يجي مصراتة استقبلوه برحب صدر. وانا لي 3 شهور والحمد لله ما فيش واحد جرحني بكلمه ولا قال ديما اخوتنا الشراقه واصحابنا، وان شاء الله ربي ما يفرقناش على بعضنا ان شاء الله. بارك الله فيكم. اي خدمه ما عندكمش مشكله.